لكن الذي نراه الآن يدفع أفئدتنا لأن تدفع ألسنتنا كي تقول صدق الله ورسوله. وهذا الذي نراه في زماننا هذا فتن كليل مظلم حبلى سحائبه، زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، يستدعي المرء إلى أن يلتمس أسباب الثبات في هذا الطوفان الجارف من فتن لا تبقي عقلا سليما ولا قلبا قويما ولا سلوكا مستقيما. امتدت إلى العقول فشوشتها بأفكار تالفة، وإلى قلوب بآفات مهلكة، وإلى السلوك فأفسدتها بأخلاقيات منحرفة. وأصبح يعني من الناس من يسم الحق بسمة الباطل والباطل بسمة الحق، ويسمي الشرور بغير أسمائها. واستمرأ كثير من الناس الأباطيل، يعني كان قبل 50 سنة الإمام الخليل رحمه الله كان قد قام من الليل ليصلي كعادته فشم رائحة دخان، ريحة غليون، فأعلن حالة الطوارئ وأرسل بعض جنوده ليبحثوا عن مصدر هذه الرائحة، فوجدوا رجلا جالس كذا ماغف رجله في الفلاج ويدوخ. فأتوا به يعني كأنه ارتكب جريمة، هو ارتكب جريمة فعلا، جريمة شنعاء. ما الذي تصنعه؟ الرجال ما من هالنزوة، جاي من مكان آخر وما عنده خبر عن معقل المسلمين وما في حلال وحرام، هذا ما عنده خبر عنه، وجالس ماغط رجله ويدوخ. فسحبوه جابوه، ماذا تصنع؟ قال ما سويت شيء. قال ما فعلت شيء. قال جالس الدوخ. قال أدوخ، ترى أبوني أدوخ أول مرة. قال تدخن في معقل المسلمين وأنت تستحق الأدب. وبينوا له حكم الله وحكم الشرع في هذا الحرام ذا، في شرب التتن، سموه التتن، وقالوا لهذا لا يجوز فعله فلا تفعل. هذا قبل 50 سنة اشتد النكير.